هذا الموقف الذي اتخذه سماحة السيد الصدر هو لانفكاك الأزمة السياسية، وقد يسمح للقوى السياسية المتحالفة معه بإجراء حوارات مع الإطار التنسيقي، وهو يرعى هذه المباحثات من الخارج، وهو لن يتخلى عن جماعته ولن يتخلى عن الذين تحاور معهم وشكل كيانا ثلاثيا، ولكن هو يفكر في كيفية حل الأزمة السياسية في العراق، وهذا نابع من وطنيته واعتباراته لأهمية حصول الانفتاح السياسي في المجتمع العراقي وحل الأزمة السياسية. طيب. هذا لا يغير من التحالفات، وعلى التحالفات الأخرى الأكراد أن يتحالفوا، أن يدوروا حوارا بين القوى الكردية لاختيار رئيس الجمهورية المتفق عليه، وقد يكون كما طرحت سابقا قياديا مستقلا أو شخصا مستقلا يكون متفق عليه، ولديهم شخصيات كثيرة كالبروفيسور كمال عزيز قيتولي والقاضي رزقار والوزير عبد اللطيف وزير الموارد المائية أستاذ رشيد لطيف. قد هذا يوصلنا إلى انفكاك سياسي عندما يختار هكذا شخصية مستقلة، ونذهب إلى اتفاق على رئيس وزراء يكون شخصية أيضا مستقلة خارج الكتل الحزبية والإطار الحزبي، لنعيد بناء العراق بأسلوب ومنهج جديد يستطيع أن يعبر الأزمات، ونتخلص من المشاكل ونذهب إلى أطر جديدة في العمل الاقتصادي والسياسي لإجراء محاولات كثيرة لتغيير هذا الواقع الفاشل في الواقع السياسي العراقي.